تعرف على كيفية إتمام ضبط إعدادات المزود الخاصة بك، وابدأ بإنشاء أول عروضك على منصة Equity Copy. افتح منصة Equity Copy وسجل الدخول باستخدام بيانات حسابك. تم إرسال بيانات حسابك إلى بريدك الإلكتروني. انقر على مزود جديد في الصفحة الرئيسية للبدء. اختر حساب التداول الخاص بك والاسم المستعار الذي تفضله، ثم انقر على إنشاء لإضافة مزود جديد. مرر الصفحة إلى الأسفل للاطلاع على قائمة المزودين الخاصة بك، وانقر على المزود الذي تريد تعديله. انقر على الإجراء. اختر تحديث الصورة الرمزية لإضافة صورة جديدة. انقر على ملف لتحميل الصورة. اختر الصورة التي تريد من ألبوم صورك. عدل الصورة وانقر على تحميل لحفظ الصورة الرمزية الخاصة بك. مرر الصفحة إلى الأسفل. انقر على تحرير بجانب التفاصيل الشخصية للحساب. أضف وصفاً لاستراتيجية تداولك وأي معلومات أخرى تريد مشاركتها مع متابعيك. انقر على حفظ التغييرات لحفظ إعداداتك. انقر على تحرير بجانب الاستراتيجية. اختر بين مشاركة أو إخفاء بناء على رغبتك في مشاركة مستويات الإيقاف الإجبارية لمراكز تداولاتك المنسوخة مع متابعيك. اختر بين الكل أو للخارج فقط. الكل يقصد بها أنه سيتم نسخ جميع تداولاتك، أما للخارج فقط يقصد بها أنك ستتوقف عن تزويد الاستراتيجية مؤقتاً، وسيتم نسخ تداولات الإغلاق فقط للمراكز المفتوحة مسبقاً. انقر على حفظ التغييرات لحفظ إعداداتك. انقر على إنشاء تحت قسم العروض لإنشاء أول عروضك. أضف عنواناً إلى عرضك. اختر عام أو خاص حسب رغبتك، فيما إذا كنت تريد أن يكون العرض مرئياً لجميع المتابعين أو متاحاً فقط من خلال الرابط. حدد رسوم الأداء واختر أسبوعي أو شهري لتكون فترة الدفع الخاصة بك. حدد رسوم الإدارة واختر أسبوعي أو شهري لتكون فترة الدفع الخاصة بك. إذا كنت تريد أن تكون رسوم الإدارة صفراً، يرجى ترك المربع فارغاً. انقر على إنشاء لإنشاء عرضك. لإنشاء رابط لملفك الشخصي كمزود، انقر على الإجراء واختر إنشاء رابط مشترك. انقر على إنشاء لتأكيد رغبتك بإنشاء رابط. تم إنشاء الرابط الخاص بك، وستجده بالضغط على الأيقونة الموجودة بجانب زر الإجراء. قم بمشاركة رابطك بشكل خاص أو عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب المتابعين وزيادة أرباحك عند نسخ الآخرين لتداولاتك. تذكر أن الأسواق تتحرك بسرعة وأن التداول ينطوي على مخاطر،